افادت يوميه لماتام الجزائريه بان القمه الثلاثيه التي تجمع قاده مصر وتونس والجزائر وتناقش الازمه الليبيه بالجزائر قد تكون الغيت واشارت اليوميه الجزائريه الى ان تدهور صحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه كانت السبب في الغاء هذه القمه ويذكر ان بيانا مقتضبا للرئاسه الجزائريه كان تحدث عن اصابه الرئيس بوتفليقه بالتهاب حاد للشعب الهوائيه وكان السبب وراء الغاء زياره المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل للجزائر والغاء زياره الرئيس الايراني حسن روحاني ولقاء وزير الخارجيه الاسباني بالجزائر